يدي صالك شيء؟ أنا ما في شيء. يلا يا أطفال تعالوا اشتروا مني ألعاب تجنن وحلوة وممتعة. يلا شوفوا عندي ألعاب وايد حلوة راح تستمتعون فيها. يلا تعالوا اشتروا مني وطلعوا طاقتكم أحسن ما تجلسوا على الأيباد العبوا في الجو اللي يجنن. تعالوا يا أطفال شوفوا الألعاب الممتعة اللي عندي. تعالوا يا أطفال شو رايكم؟ هلا هلا بالأطفال شوفوا شو عندي عشان تغنون. جبت بضاعة جديدة هذا المايك شوفوا كيف صوتي الحين. يلا يا أطفال اشتروا مني تعالوا خذوا. كم عندكم يا حبايبي؟ ثلاثة. عندكم 3 دراهم عيل خذوا هذا. يلا هات الفلوس. يلا روحوا العبوا هناك ونادوا ربيعاتكم يلا. الحمد لله بدت الإجازة والبياعة جت وقتها. لا تخاف يا جدي أنا وياك وإن شاء الله بتكون بخير ربي يحفظك يا جدي. يلا يا جدي نام عشان ترتاح. شو هالإزعاج؟ هي لو سمحتوا ما يصير يا بروح أكلمهم أحسن. أنا تعبان. يا الله شو هالإزعاج؟ منك حد يسوي هالإزعاج؟ هي لو سمحتوا تسمعوني؟ نعم أنا جارتكم الجديدة وأنا يدي مريض وأنتوا تسوون إزعاج هني، فلو سمحتوا عادي ما تلعبون هاليومين عشان لنا يدي مريض، بس هاليومين لين ما جدي يتحسن. يا جارتي طلبك صعب لأن اليوم ويكند، يعني إجازة نحن لازم نستمتع في وقتنا، نحن لازم نلعب. ها؟ أعرف إنكم أطفال وتحبون الاستمتاع، بس نحن جيران. خلاص بنلعب بعيد. وأنا بعد. أنا زعلانة. جدك مريض. جدي مريض. يلا ما زلنا نلعب بعيد. أوه طيب خربتي علينا اللعبة. يلا يا أطفال تعالوا عندي ألعاب للحفلات. ألعاب حلوة. أوه ليش ما يسمعوني؟ أوكي راح أغريهم بهالألعاب الحلوة. شو رايكم يا أطفال؟ يا سلام عندها ألعاب مال الحفلات. لا دانا جارنا مريض يا دانا. شوفي يا فطامي إذا أنت ما تردين كيفش بس أنا وهيا ونجود وصالح نبا وأنا ما أذيته أنا بس ألعب في ساحة بيتي. يلا تعالوا عندها. شو الجديد اللي عندك؟ اليوم عندي مايك بس ب5 دراهم. أنت شكل صوتك وايد حلو تعالي خذي وجربيه. يلا غني وكلي وروحي غني. اوكي يلا تعالوا. اوه مزعجات الله يعينهم الجيران عليهم بس انا مضطرة اني ابيع عشان اخذ من عندهم فلوس. We don't talk about real no.
عشان تكبر منابة. يلا هيا. يلا لا جيبي جيبي. الله يخليك نام عشان ترتاح. يا بنتي أنا مو قادر أنا. نزعتيني هالجيران. أوكي أوكي الحين بسير. بابك يضحك. يا الله شو هالإزعاج؟ منو يهني يبكي؟ لو بعد جايبين مايك عشان يكون إزعاج مرتين مو بمرة واحدة. شو هالإزعاج؟ شو مسوين؟ تعالي تعالي تعالي. أنت شو اسمك؟ أنا اسمي دانا. يا دانا جدي مريض وتعبان جدا، ممكن ما تسوون إزعاج؟ بس أنا ما دخلت بيتكم وصرخت في إذن جدك. أعرف إنك في بيتك وتريدين تلعبين، بس أنت ما تعرفين حقوق الجار؟ حقوق الجار؟ هي ترى الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالجار. الجار له مكانة كبيرة في ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، ونحن لازم نراعي الجار ونسأل عنه ونتطمن عليه ونراعيه. أرجوك ترى جدي مريض ولازم يرتاح. ها طيب طيب باي. شكرا لأنكم راعيتوا جدي المريض. أفضل. تعالوا يا أطفال شوفوا شو عندي. هذه اللعبة تبين بس بخمسة دراهم. هيه أريد كلهم. ها كلهم؟ أقول لك الواحد بخمسة. بخمسة؟ خلي مدى. أوكي بأخذ واحد ولا بأخذ اثنين؟ عشرة. يدي الدكتور قال إنك بخير بس لازم ترتاح، لازم تنام وترتاح وايد. إن شاء الله يا بنتي بحاول أنام. تعالي كل يوم يا حلوة يا دانا، انتي زبونتي المفضلة. مع السلامة. مع السلامة. العبوا وياي. لا جدي مريض. ها مريض؟ انا من حقي العب اجازة. ها بسوي مقلب جوجو لاني انا مليت العب بروحي. جوجو توضخ دانا مشاغبة. هذه الليلة. دانا لا تودي ازعاج حرام. ليش انا ارش؟ ليش انا ارش بس جوجو؟ ها عندي فكرة. هذا بيت الجيران. عادي. بالغلط بالغلط بالغلط. يدي يدي شو فيك؟ شكلك تعبان، يمكن مو براقد زين. يلا يلا قوم خلينا نسير المستشفى. خليني اوديك المستشفى. يلا قوم قوم سير. لا لا تخاف. تعالي تعالي وين بتهربين؟ يلا يا يدي تعال بساعدك. يا الله منو وسخ هذا؟ شو كل هذا؟ يلا يا يدي قول بسم الله انزل. يدي يدي شو صار لك؟ يدي صار لك شيء؟ يدي انت بخير؟ بسم الله خلني اتصل في الاسعاف. اتصل بالاسعاف. شو صار له؟ لو مات جد وصار له شيء انا السبب. ما كنت افكر الا باللعب ولا فكرت بالجار. يا الله وراح اخبر امي. دانا دانا تعالي. شو بنت جد مريض تركت رساله. خليني اشوف الرساله.
جدي تعب بسببك وجيت نصحتك وما سمعتي النصيحة. أنت ما اهتميت أني جارتك والجار له حقوق وأهمها الهدوء والاحترام، وأنا ترجيتك أنك تهدي. جدي تعب وأنت السبب، أنت السبب ترج، أنت السبب. أنا السبب، أنا السبب، أنا السبب.